نروح لمحافظه اسوان. محافظه اسوان الجميله واهلها الناس الطيبين اللي بيتمتعوا بالاصاله والذوق وبالرقي. نعرف الاستعدادات عامله ازاي، الاوضاع في استقبال العام الدراسي الجديد ماشيه ازاي، وبعض الامور الحقيقه اللي بتهم اهالينا في محافظه اسوان الجميله. برحب بسياده اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان. مساء الخير يا فندم، وكل عام وحضرتك بخير. مساء النور، ازيك يا استاذ عمرو؟ اهلا بيك وبالمشاهدين جميعا. اهلا بحضرتك. اولا العام الدراسي واول يوم دراسه استقبلتوه ازاي في اسوان النهارده يا فندم؟ والله انا يعني حقيقي فعلا كنت متفاجئ بالسعاده اللي موجوده سواء من الطلبه والطالبات والمدرسين، ويوم جميل. يعني احنا يعني كلنا بالكامل احتفال يعتبر بالنسبه لنا بعد غيبة طويلة. يعني حضرتك قد ايه الناس كانت متشوقة جدا ان احنا نشوف الصبح طابور الصباح، ونشوف الاجراءات اللي بتتم في ارض الطابور والكلمات الجميلة، حاجة مشرفة جدا جدا. يعني انا مريت وشفت بنفسي قد ايه كان في فرحة سواء من الاطفال اللي لسه يمكن اول يوم ليهم، حتى يعني اللي لسه داخلين يعني الكي جي 1 كي جي 2، شفت بقى حتى مستوى طبعا الطلبه في المرحله الثانويه قد ايه هم الزار كانوا متشوقين. واحنا كمان كنا سنتين يا فندم الاولاد في البيت ومفيش مدارس، فاكيد طبعا متشوفين ومتشوقين للمدرسه اكيد. ودي الحقيقه، وطبعا قد ايه الواحد بيبقى سعيد لما بيشوف الاجراءات اللي بتتم. وطبعا زي ما انت شايف حضرتك حقيقي فعلا يمكن بقالنا فترة محرومين بسبب طبعا الجائحة الموجودة، جائحة كورونا، إلا إن الحمد لله الحمد لله الحمد لله كان إحساس يعني جميل جدا إن إحنا نرجع تاني للمدارس ونرجع تاني أكيد. نشوف أكيد على 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 أرض الواقع طبعا, طبعاً. أكيد سيادة المحافظ، يعني المسؤولية دي تأمين الولاد من الناحية الوقائية اكيد ده نصب اعين الاجهزه التنفيذيه، واكيد حضرتك بتولي اهتمام. ولكن سؤال لحضرتك، كم طالب وطالبه في التعليم قبل الجامعي في المدارس في اسوان، وبالتالي المدارس كام عدد المدارس والفصول؟ فنقدر نقول بالتالي نعرف بالتالي متوسط الكثافه هيبقى قد ايه في اسوان؟ والله واحنا عدد المدارس اللي موجود في محافظه اسوان 1552 مدرسه. وطبعا كلها طبعا طبقا للمراحل ما قبل الجامعي، فاحنا بنتكلم في عدد ممكن يوصل لحد مثلا بالضبط من 352 الف طالب موجودين في محافظه اسوان تحت السن او في المرحله دي، مرحله المدارس. فبقول لحضرتك فعلا الكثافات ما شاء الله كانت موجوده كلها. يمكن انا حتى يمكن كنت بأكد على كل المسؤولين عن من اول السيد مدير التربيه والتعليم والمديرين ومدير المدارس والمدرسين الوعي الكامل. وشفت حاجه برضو كانت يهمني جدا ان انا اقولها لحضرتك. اتفضل. ان في يعني حجم التوعيه اللي تمت عن برضو الموقف اللي احنا فيه من جائحه كورونا، لقيت حاجه ظريفه جدا، وقد ايه حتى الطلبة الصغيرين اللي لسه أول يوم ليهم في المدرسة نشوف برضو إن هم إزاي بيخليهم يحسوا يعني إيه فيروس ومشكلة الفيروس أكيد والكمامات يعني. بالظبط كده. يعني فعلا مفيش مشكلة في أسوان كده، بالتالي أعتقد في الكثافات يعني نسبة وتناسب كده، فتقريبا 30 من 30 ل 40 في الفصل كده يعني. وفي أقل من كده في بعض المدارس القرى والمراكز. وطبعا ده طبيعي يعني في بعض أكيد. في بعض الفصول بتبقى 20 و22 يعني، فيعني الاعداد كويسه. وانا شايف ان اعداد المدارس اللي بيتم انشائها خصوصا مع حياه كريمه هيخلي النسب ممتازه عن كده كتير كمان. يعني كم مدرسه يا فندم اضيفت مثلا دخلت الخدمه في خلال السنوات الاخيره عندكم في اسوان؟ خلال الفترة بس العام السابق بس في الفترة دي احنا خلصنا 11 مدرسة، وتم تطوير 322 مدرسة تطوير شامل وصيانة كاملة وفرش كامل ليهم. وطبعا عايز اقول لحضرتك يعني
كل شيء بقى بالمعامل بكل شيء. يعني انا ما اعتقدش ان الواحد يعني ان شاء الله في المرحله اللي جايه بعد انتهاء كمان حياه كريمه، احنا هنشوف ان شاء الله التعليم بشكل فعلا جديد. يعني احنا بنشوف كان الاول احنا بنشوف الكثافات عاليه جدا، دلوقتي مع زياده اعداد المدارس واللي ان شاء الله مخطط إن شاء افتتاحه الله. في الفتره القادمه ان شاء الله مع الايه، مش هنقول بقى مع العام الجديد، بعد انتهاء ان شاء الله نصف العام الاولاني. أكيد. يعني في بعض المدارس هيتم افتتاحها، 8 مدارس ان شاء الله هيخشوا الخدمه بعد ان شاء الله انتهاء ان شاء الله نصف العام. يعني ان شاء الله طيب سيادة المحافظ، طبعا الموجة 18 لإزالة التعديات والبناء المخالف بتسير الحياة بشكل عظيم جدا والأرقام فيها كبيرة جدا. هل ممكن مثلا سيادة المحافظ إن لو عمرو خليل والله تعدى على حتة أرض دولة أو أوقاف أو يعني أي حاجة أو أرض زراعية حتى، فكرة هل ممكن يطرح إن تصادر هذه الأراضي يعني لصالح هيئة الأبنية التعليمية؟ لأن في مشكلة في تخصيص قطع أراضي لبناء مدارس، ممكن الدولة عايز تبني أو هيئة الأبنية التعليمية عايز تبني مدارس، ولكن مفيش قطع أراضي في الكردون تنفع، مفيش المساحة اللي تنفع، فهل ده وارد مثلا؟ طبعا دي من ضمن الأولويات حضرتك. طبعا احنا عايزين نقول الأول إن الموجة 18 بدأت من الشهر الماضي، من منتصف الشهر الماضي، واحنا تجاوزنا كل الحالات اللي احنا شلناها وأزلناها قبل حتى توجيهات السيد الرئيس فيما يخص النيل وطرح النهر وان احنا نحافظ على النيل ونحافظ على المصارف و الا ان احنا عدينا اكثر من 182 الف متر مربع تم الانتهاء تماما من الازالات لعدد 374 حالة في خلال الفترة اللي فاتت. وطبعا بالنسبة بقى لكل ما يتم حط ايدينا عليه من الأراضي بيتم الدراسة للاحتياجات الأساسية، تمام، منها المدارس، منها أي مستشفى، مجمع خدمات الناس محتاجاه بالضبط، بالإضافة طبعا للاستثمارات اللي بتتم في المحافظة. ممكن احنا بس طبعا عايز أقول لحضرتك إن احنا بنزيل حتى سطح الارض. وعايز برضو اؤكد على حاجه ثانيه مهمه، اتفضل، ان الموضوعات اللي بتتم حاليا في المحافظات كلها واحنا منها، ان احنا بقينا حاليا دلوقتي بقينا بنعرف اماكن الازالات في المهد، وده مهم جدا. يعني كنا الاول اماكن التعديات في المهد وهي لسه بتتحط الطوبه يعني، بالضبط كده، لان احنا في عندنا طبعا تحديث وبرامج مهمه موجوده على مستوى الدوله، بنبقى عارفين الاماكن ديت فين، بالتنسيق مع الامن ومديريه الامن تنزيل هذه التعديات فورا. تمام. ما بتاخدش يمكن الـ يعني احنا في بعض التعديات بتكون بقى لها يوم او اثنين او ثلاثه، في بعض التعديات بتكون اسبوعين. تمام. يعني ما بيلحقوش ان هم يطلعوا ويرموا خلاص، ويبقى يعني امر واقع يعني، ويبقى امر واقع، ونبقى تتحط في موقف ان في اسره موجوده ومقيمه وقاعده ومستقره. مظبوط. اما بقى اللي بيبقى فيها نوعيه المشكله دي ان تبقى بيوت مستقره، هنا لازم يبقى في دور لينا ان احنا نبدا نشوف ونبحث الموقف ونشوف البدائل ليهم ايه. أكيد. ففي اجراءات للدوله، لان احنا طبعا بنتعمد ان احنا يبقى في استقرار اسري موجود، طبعا، ولكن لازم ناخد حق الدولة، ولازم كل واحد يقنن وضعه مظبوط، ولازم نتعامل مع الدولة ان هي ليها قوانين نمشي عليها كلنا ومحدش يتجاوز هذا الموضوع. اكيد يا فندم، انا شاكر جدا وجود حضرتك معنا سيادة اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان، شكرا جزيلا لحضرتك وكل سنه واهالي محافظه اسوان بخير وسالمين دايما يا رب.